مواقع التواصل الاجتماعي منصة مهمة لبث الأفكار، ولكنها في نفس الوقت وسيلة للتواصل مع الآخرين. صارت جزء لا يتجزأ من حياتنا، فأنت تصل للعالم بضغطة زر. فكن مبدع مفيد ورقي فيما تقدم من محتوى، ونعرف ما هي الرسالة التي نريدها أن تصل. أقدر أكتشف شخصيتك، ثقافتك، وأيضاً تربيتك. التنمر الإلكتروني شكل من أشكال العنف والإيذاء. ابتعد عن الكلمات السلبية في مواقع التواصل. أسلوبك السلبي قد يدفن موهبة عظيمة كادت أن تصنع. تقبل الآخر واحترم جميع الآراء. فلنتأنى عند الرد. تقصي الحقيقة قبل نشر أو إعادة نشر أي خبر هي مسؤولية. نعم، إنها مسؤولية أن نحن نمثل بلادنا. زايد نهجنا وموروثنا الإماراتي الأصيل. أنا كإماراتية أمثل بلادي بشكل راغي وانفتاحه على جميع الشعوب. هما ما يمثلاني كأعلامية إماراتية. يجعل من يقرأ له يقول هذا ولد زايد، ولا بد أمثلها بأجمل صورة. أنا أتعهد بأن لا أكتب إلا الكلمة الطيبة. بالكلمة الطيبة بتكبر عائلتك. كما نتعامل مع أفراد أسرتنا سنحصد الثمار سلما. تنشر السعادة والمحبة والتسامح. كن خير قدوة لنفسك ولغيرك، وشرف بلدك.